موقع انا السلفي يقدم لكم هذه الماده ان الله ده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون بقي جزء من تفسير ابن كثير في الآيات السابقة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء قال ابن كثير رحمه الله قال الإمام أحمد بسنده عن أسمة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود فقال عبد الله فقد أبغضهم أسعد ابن زرارة فمات نعوذ بالله أشرب في قلبه حب هذه ساعة الاحتضار ومع ذلك ظل قلبه معلقا بحب اليهود ويظن ان اسعد ابن زراره رضي الله عنه انما مات لما ابغضهم يجادل في يعني في في حبهم الى لحظات قبل موته ورواه الحاكم في المستدرك ولفظه قد أبغضهم سعد بن زرارة فمه ثم ز... فمه يعني فماذا حدث له في الثانية فمات ثم زاد فلما مات أتاه ابنه أت... لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول أتاه ابنه عبد الله فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وليس كما قال لأن محمد بن إسحاق عنعنه عن الزهري لكن قصة القميص ثابتة في الصحيحين قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اي صدقوا صدقوا الله ورسوله واقروا بما جاءهم به نبيهم محمد. صلى الله عليه وسلم. من يرتد منكم عن دينه. يقول من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم فيبدله ويغيره بدخوله في الكفر. اما في اليهوديه او النصرانيه او غير ذلك من صنوف الكفر. فلن يضر الله شيئا. وسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يقول فسوف يجيء الله بدلا منهم المؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يرتدوا بقوم خير من الذين ارتدوا وبدلوا دينهم يحبهم الله ويحبون الله وكان هذا الوعيد من الله لمن سبق في علمه أنه سيرتد بعد وفاة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك وعده من وعد من المؤمنين ما وعده في هذه الآية لمن سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا يغير دينه ولا يرتد فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ارتد أقوام من أهل الوبر أهل الوبر اللي هم أهل البادية الذين يعيشون في بيوت الوبر للخيام وبعض أهل المدر وبعض أهل المدر أهل المدر للحجارة أهل البيوت يعني القرى والمدن فأبدل الله المؤمنين بخير منهم كما قال تعالى ذكره ووفى للمؤمنين بوعده وأنفذ في من ارتد منهم وعيده عن محمد بن كعب أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه يوما وعمر أمير المدينة يومئذ فقال يا أبا حمزة آية أسهرتني البارحة قال محمد وما هي أيها الأمير قال قول الله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه حتى بلغ ولا يخافون لومة لائم فقال محمد ايها الامير انما عنى الله بالذين امنوا الولاة من قريش من يرتد عن الحق كان هناك سقط لعله يقصد الله اعلم أن الولاة من قريش أبا بكر رضي الله عنه قاتلوا من ارتد عن الحق وإلا فلم يتولى أحد من قريش يرتد عن الحق ارتد عن الحق وكأن محمد بن كعب يطمئن عمر بن عبد العزيز فهذا الذي يظهر لي في هذا الأثر والله أعلم قال ثم اختلف أهل التأويل في اعيان القوم الذين اتى الله بهم المؤمنين وابدل المؤمنين مكان من ارتد منهم فقال بعضهم هو ابو بكر الصديق واصحابه الذين قاتلوا اهل الرده هذا الكلام الذي يظهر من انه المقصود من من كلام محمد بن كعب الذي حدث فيه سقط أو نحو ذلك أبو بكر قاتل أهل الردة هم أبو فقال بعضهم هو أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة حتى أدخلوهم من الباب الذي خرجوا منه عن الحسن يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هذا والله أبو بكر وأصحابه. عن الحسن في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال أبو بكر وأصحابه. قرأ الحسن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هي والله لأبي بكر وأصحابه في الرواية الأخرى عنه نزلت في ابي بكر واصحابه. عن الضحاك فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الايه قال هو ابو بكر واصحابه لما ارتد من ارتد من العرب عن الاسلام جاهدهم ابو بكر واصحابه حتى ردهم الى الاسلام. عن قتاده انزل الله هذه الايه. وقد علم أن سيرتد مرتدون من الناس فلما قبض الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد أهل المدينة وأهل مكة وأهل البحرين من عبد القيس قالوا قالوا لهم عامة العرب مش الثلاثة دول ولا هم عبد القيس عبد القيس ظلوا على ما هم عليه قالوا نصلي ولا نزكي والله لا تغصب أموالنا فكل ما أبو بكر في ذلك فقيل له إنهم لو قد فقهوا لهذا أعطوها وزادوها فقال لا والله لا افرق بين شيء جمع الله بينه ولو منعوا عقالا مما فرض الله لرسوله مما فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقاتلناهم عليه فبعث الله عصابه مع ابي بكر الصديق فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى سبى وقتل وحرق بالنيران اناسا ارتدوا عن الاسلام ومنعوا الزكاه فقاتلهم حتى اقروا بالماعون وهي الزكاه صغره اقمياء فاتته وفود العرب فخيرهم بين خطه مخزيه او حرب مجليه فاختاروا الخطه المخزيه وكانت أهون عليهم أن يعتدوا أن قتلاهم في النار وأن قتل المؤمنين في الجنة وأن ما أصابوا من المسلمين من مال ردوه عليهم وما أصاب المسلمون لهم من مال فهو لهم حلال. إسناده ضعيف لإرساله هذا الحديث مرسل. ولكن هذا المعنى الذي ذكره يحتاج إلى بيان فإنه كما قال الخطابي مانع الزكاة دخلوا في في غمار أهل الردة الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنهم كانوا طوائف منهم طوائف رجعوا عن الإسلام بالكلية ارتدوا عن الإسلام ورجعوا إلى عبادة الأوثان وطوائف اتبعت مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب وهؤلاء لا خلاف في ردتهم بالكلية عن الإسلام وهؤلاء تغنم أموالهم وأما سبي نسائهم فقد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنه في زمن أبي بكر ثم اتفق الصحابة بعد ذلك على أن المرتدة لا تسبى، وأن المرتدة إما أن تسلم وإما أن تقتل، ولذلك أن المرتد أن 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 نساء المرتدين لا يسب لا يسبين وإنما يعني إما أن تقتل وإما أن تسلم ولو أسلمت بعد أن وقعت في الأسري فهذا الذي يحتمل فيه بقاؤها على السبي لأنها وقعت في ملك المسلمين وهي كافرة أو سبي الأطفال الذين ولدوا بعد الردة هذا هو المحتمل في السبي لماذا لأن الصبي الذي ولد مسلما وأبواه أو أحدهما كانوا على الإسلام فهؤلاء مسلمون لم يثبت ردتهم لأنه إذا ارتد أبو الصبي أو أمه لم يثبت له هو ردة بل بقي على الإسلام حتى يعرب لسانه عن الكفر بعد البلوغ ولذلك لا يجري عليه رق. اما من ولد على الرده فهذا الذي لم يثبت له حكم الاسلام فهؤلاء يمكن سبيهم ولكنهم كانوا صغارا لان حروب الرده لم يعني تاخذ الا سنه واحده والله اعلم واعلم. وا استرق علي رضي الله عنه امة من سبي بني حنيفه هي الحنفيه التي ولدت له بعد ذلك محمد ابن الحنفيه وهذا يدل على انهم راوا سبي النساء في ذلك الوقت ولكن كما ذكرنا اتفق الصحابه بعد ذلك من عهد عمر فما بعده على أن المرتدة لا تسبى ولكن بقي الأمر على ما قد كان لأنه كان عن اجتهاد أما مانع الزكاة فقد دخلوا في غمار أهل الردة فمن كان منهم منع الزكاة مرتدا عن الإسلام فهذا ضمن المرتدين وأما من منعها مع إقراره بالإسلام وبالصلاة فلم يثبت بإسناد صحيح ولا حتى ضعيف أن أبا بكر رضي الله عنه سبى نساءهم أو أخذ أموالهم وإنما قتلوا على منع الزكاة وقتلوا على منع الزكاة حتى أقروا بها وأدوها ولذلك سمي القتال في مجموعه قتال أهل الردة ودخل هؤلاء في غمار أهل الردة أو لأنهم ارتدوا عن بعض الإسلام. فقد يفهم من السياق الذي ذكره قتادة غير ما ذكرنا فأحببنا أن ننبه عليه. لكن الغرض المقصود أن الآية ذكر قتادة أنها نزلت في أبي بكر وأصحابه. قال عن ابن جريج يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال ابن جريج ارتدوا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتله أبو بكر عن علي رضي الله عنه يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه قال آه علم الله المؤمنين واوقع معنى السوء على الحشو الذي فيهم من المنافقين ومن في علمه ان يرتدوا قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم المرتد عن دينهم بقوم يحبهم ويحبونه يعني بيقول من يرتد منكم عن دينه المرتد عن دينهم الجماعة المرتد عن دينهم بقوم يحبهم ويحبونه بأبي بكر وأصحابه وقال آخرون يعني بذلك قوما من أهل اليمن قال بعض من قال ذلك هم رهط أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن عبد الله بن قيس قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى بشيء كان معه فقالهم هذا وقومه أبو موسى الأشعري وكلهم من قومه لا أنا عندي هنا عن أبي موسى الأشعري وهذا الإسناد صحيح هذا الإسناد صحيح أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين